مراقبون في وحدة فضاء روسية فقدوا السيطرة على مركبة الشحن الفضائية بروغريس التي سقطت على الأرض بعد أن كان يفترض أن توصل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، ولم يعرف مكان سقوط المركبة بالتحديد، غير أن جل المركبات الفضائية تنساب في الجو أو تهبط في المحيطات. وكانت بروغريس تنقل معدات علمية ومنتوجات غذائية أساسية، ولكن ضياعها لن يخلق مشكلة لأعضاء الطاقم الستة الموجودين في المحطة الدولية والذين يمتلكون احتياطات لأشهر أخرى. وكانت المركبة بروغريس أطلقت يوم الثلاثاء من محطة بايكونور في كازاخستان.